سجلت الصين الأحد 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أبريل، في وقت تتزايد المخاوف من موجة ثانية للفيروس. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 36 من هذه الإصابات الجديدة هي حالات إصابة محلية سجلت في العاصمة بكين، حيث أمرت السلطات الصينية أمس بفرض عزل طارئ على 11 حيا في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ما يثير الخشية من تفشي جديد للوباء في البلاد. عبر سكايب من شينجيانغ دكتور جاد رعد الباحث في الشؤون الآسيوية. دكتور جاد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كيف تفسر لنا هذه الإصابات؟ هل نحن بالفعل وفق هذه التخوفات يعني بالقرب من موجة ثانية للوباء؟ فعليا لا، هي ليست الموجة الثانية. الموجة الثانية المتخوف منها أن تحصل هي ممكن أن تأتي في الخريف المقبل وليس الآن. ما حصل الآن هو خطأ بشري وليس موجة ثانية ناتجة عن الوباء بشكله الطبيعي. الشكل الطبيعي للوباء يعني تتخوف السلطات أن يعود في الخريف المقبل عندما تتبدل ظروف المناخ وتعود الحرارة المنخفضة والرطوبة المنخفضة. في ذلك الوقت نتخوف من موجة ثانية، ولكن ما حصل الآن هذه الإصابات في بيجين، وتم إصابتين إضافيتين في ليونين ولكنها ما مرتبطتين ببيجين، هذه بسبب خطأ بشري، وهذا السبب يعود إلى أن هناك لحوم مستوردة، على الأرجح لحم السلمون أو مواد أخرى، ولكن الفيروس انتقل إلى طاولة التقطيع ومن طاولة التقطيع انتقل إلى مواد أخرى وإلى عدة أماكن بيع، وهذا سبب تفشي الفيروس. ولهذا تم عزل 11 مجمع سكني كما ذكرتم، ولكن في الوقت نفسه تم إقفال أكبر سوق للحومات وللثمار البحرية لأن السبب مرتبط بهذه اللحوم. الجدل لم يحسم بعد إذا كان السلمون المستورد هو حامل الفيروس أم لحومات أخرى، ويعني هذا بحاجة للوقت، ولكن الأكيد أنه الطاولة التي جرى عليها التقطيع حملت الفيروس ووزعته على مواد أخرى، وهذا جعل الفيروس ينتشر بين العديد من الذين اشتروا اللحومات من هذه السوق. السوقين الآن مقفلتين، المدارس في تلك المنطقة مقفلة، وحتى الشوارع يعني تم إعادة فرض الحجر على منطقة إدارية كاملة، والشوارع المحيطة بهذه المنطقة الجغرافية هي مغلقة للسيارات والمشاة للحفاظ على قواعد الحجر. كما يعني الإعلام يردد تكرارا الطلب من أن كل من زار تلك السوق منذ 30 من الشهر الماضي وحتى اليوم يجب أن يقوم بالفحص والحجر، وذلك يعني نحن نعرف أن خدمات الإنترنت الجيل الخامس تعطيهم هذه الخدمات، ولكن رغم ذلك هم وضعوا الإعلان، ربما كان هناك أحدهم دون هاتف أو كان هاتفه مطفي أو شيء من هذا القبيل. طيب دكتور جاد، هل هناك يعني سيناريو وضعته السلطات الصينية للتعامل مع الأمر إذا ما تفشى الفيروس بشكل أكبر خارج هذه الأماكن اللي تم إغلاقها؟ نعم، قبل حدوث هذه الحادثة حدث أن يعني تحدث أحد كبار الباحثين، هو قال أنه بما أننا نحتمل عودة موجة ثانية وذلك ليس لأمور طبيعية، ذلك هو كان يتحدث عن موجة ثانية، هو قال علميا لا يوجد برهان على موجة ثانية، ولكن بسبب حوادث حول العالم جعلت سياسة القطيع سارية المفعول، نحن نتخوف من موجة ثانية في الخريف كما حدثتكم. وبالتالي هو كان يقول أنه إذا حدث هذا وإذا لم نتمكن من السيطرة فنحن سنضطر لتطبيق نوع من قانون طوارئ. هذا قانون الطوارئ هذا سوف يتيح لنا استعمال اللقاح بغض النظر إذا اعتمد عالميا أم لا، ولكننا سنعتمد خطة تلقيح وسعة النطاق لمنع تفشي الفيروس كموجة ثانية في الصين.
طيب الأماكن اللي تم إغلاقها يعني ما الوضع فيها؟ لو توضح لنا الوضع أكثر تفصيلا، السكان، الأسواق اللي تم إغلاقها، ما الذي يجري في هذه الأماكن؟ يعني بيتم تعقيمها وبيتم حجر الأشخاص أم ماذا يتم في هذه الأماكن؟ في هذه الأماكن باعت الخضار والفاكهة في الأسواق التي تم إقفالها، سمح لهم بإخراج الخضار الطازجة التي وصلت بتواريخ معينة، سمح بإخراجها يعني أجهزة مختصة قامت بالإخراج بشروط معينة، والأشخاص فرض عليهم الحجر. حاليا كل الأشخاص المفروض عليهم الحجر فحصوا، تم فحص الحمض النووي أكثر من مرة، يعني في بعض الأشخاص فحصوا مرة وفي بعض الأشخاص فحصوا مرتين، وما زالوا قيد الحجز قيد الحجر. وهذا الفحوصات الحمض النووي أعطت هذه النتائج، ولكن بما أنه حصل سابقا هناك أحيانا كان الأطباء يشكون بإصابة معينة ويتم فحصها 7 مرات، وفي يعني هذا حصل مرتين، أنه في الفحص الثامن للحمض النووي كان يأتي التأكيد بحسب ما يعتقد الأطباء. وبالتالي حاليا الأطباء بسبب وجود أكثر من 70,000 خريطة جينية للفيروس هم قادرين على التعرف على المصابين، وفحص الحمض النووي هو أنواع ودرجات، وبالتالي عندما يشكون في إصابة معينة يتم طلب فحص يتبع تدقيق معين للتأكد من هذه الحالات. ولكن على الأقل سيكون الحجر والإقفال أقله لمدة 20 يوم. طيب الأماكن الأخرى في الصين واللي كانت بدأت بالفعل في عودة الحياة لطبيعتها وعادت بالفعل الحياة لطبيعتها في هذه الأماكن، ما الذي يجري فيها الآن يا دكتور؟ وهل تم إغلاق الحدود ما بين هذه الأماكن وما بين الأحياء والأماكن التي تم إغلاقها؟ نعم، المنطقة المصابة أصبحت معزولة، الشوارع المحيطة بها هي فارغة حتى أمام حركة المشاة، وبالتالي معزولة تماما عن المحيط. أما الحياة التي عادت في المناطق الأخرى، هناك بعض الأمور التي ستستمر، مثلا المدارس أو المرحلة الثانوية الثالثة من المدارس ستكمل، في حين أن رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ذهبوا يوم واحد إلى المدرسة، ولكن في الأسبوع المقبل يعني يوم الاثنين غدا لن يعاودوا الذهاب إلى الصف مجددا، سيعودون إلى نظام الأونلاين. الحياة الثقافية الترفيهية، مطاعم ودور سينما ومسارح ستقفل من جديد. المواصلات العامة تواصل العمل، ولكن محطة المترو في تلك المنطقة مقفلة، وبالتالي يعني هناك أعمال ستستمر وهناك أمور سيعاد إيقافها من جديد. طيب هل السلطات الصينية كانت مستعدة لمثل هذه الأخبار التي جاءت فجأة؟ يعني بعض الصين ما كانت لم تسجل إصابات، اكتشفوا مركز آخر للتفشي، هل الصين كانت مستعدة أو السلطات كانت مستعدة للتعامل مع مثل هذه الحالات؟ يعني في رأيك وفي تحليلك للموقف. فرضية أن يسجل الإصابات كانت موجودة ولكن ليس بهذا الحدود. هناك يعني هناك خطأ يعني بشري كان محتسب سنة. نعم، كان هناك احتمال بأنه من قبل السلطات بأنه تظل الصين تسجل إصابات قليلة جدا، أقل من 10 إصابات مثلا، ولكن لم يكن في حسبان السلطات انه يظهر مركز اخر للتفشي وخصوصا في بكين. يعني في بكين او في مدينه اخرى ليس الفارق الكبير، الامر الكبير هو الاعاده الى ووهان، لانه تم جرد كل سكان ووهان، ووهان حاليا هي المنطقه الاكثر امنا تجاه كوفيد 19. ولكن هنا النقطة المفاجئة أو المفاجأة غير السارة في هذا الموضوع هو أن الفيروس أتى عبر لحوم مجمدة. اللحوم المجمدة يعني حرارة منخفضة ورطوبة قليلة، هذه هي العوامل المثلى لتخفي الفيروس. وهذه أيضا نقطة مقلقة جدا، لأنه كانت منظمة الصحة العالمية التصريحات اللي خرجت بشأن موضوع الطعام وانتقال الفيروس عن طريق الطعام
كانت غير مؤكدة. نعم، هي غير مؤكدة، ولكن عندما يتم تجميد اللحوم، هذا الجليد الذي تحفظ به اللحوم هو بيئة مثالية لحفظ الفيروس، وبالتالي الفيروس ممكن أن يكون ليس باللحم ذاته، إنما انتقل عبر الطاولة أو عبر أداة تقطيع أو أي أداة أخرى، انتقل من هذه الأداة إلى المياه إلى الجليد، وحفظه الجليد أو حفظته الحرارة المنخفضة والرطوبة المنخفضة حتى وصل إلى مكان آخر. طيب، هل هناك تعامل من قبل العلماء والباحثين بشأن هذا الأمر في الصين، ظهور الفيروس من جديد وظهوره بهذا الشكل في الطعام أو محتويات الطعام اللي كان موجود فيها؟ نعم، يعني حتى منذ يوم أمس صدرت إجراءات جديدة، يعني هناك قانون صدرت إجراءاته التطبيقية بشكل سريع جدا، وهو التشدد أكثر في فحص ومراقبة الحماية كل المواد الغذائية الواردة من المستوردة. وهنا يعني ملاحظة هامة، أن هناك الشخصين الذين أصيبا في اليوم الثاني من أوائل الإصابات، يعني الشخصين الاثنين هما من عائلة واحدة والاثنين يعملان في فحص اللحوم المستوردة، وهما يعني إصابتهما كانت المؤشر الذي جعل السلطة تتنبه. لولا إصابة هذين الرجلين لكان ممكن للفيروس أن ينتشر عبر اللحومات دون إشارة، أو لربما انتظرنا أيام أكثر وكان العدد أكبر. بشكر حضرتك دكتور جاد رعد، الباحث في الشؤون الآسيوية، كنت معنا عبر سكايب من شينجيانغ، شكرا لك.